السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في هذا الفيديو المخصص لتصحيح التمرين رقم 7 من الدرس الثالث المتتاليات العددية. نص التمرين: نعتبر المتتاليتين العدديتين UN N أكبر من أو يساوي 1 و VN N أكبر من أو يساوي 1 المعرفتين بما يلي: لكل n عدد صحيح طبيعي أكبر من أو يساوي 1 un تساوي 4 زائد 1 على n أس 2، ولكل n عدد صحيح طبيعي أكبر من أو يساوي 1 vn تساوي 4 ناقص 1 على n أس 2. السؤال الأول: بين أن لكل n أكبر من أو يساوي 1 un أكبر قطعا من vn. السؤال الثاني: قارن نهاية u عندما يؤول n إلى زائد ما لا نهاية ونهاية Vn عندما يؤول n إلى زائد ما لا نهاية. السؤال الأول: لنبين أن لكل n عدد صحيح طبيعي أكبر من أو يساوي 1 un أكبر قطعا من Vn. ليكن n عدد صحيح طبيعي غير منعدم، لدينا 1 على un أس 2 أكبر قطعا من 1 على un أس 2 مضروب في ناقص 1. نضيف 4 لطرفي هاته المتفاوتة فنحصل على 4 زائد 1 على n أس 2 أكبر قطعا من 4 ناقص 1 على n أس 2. التعبير الأول هو un والتعبير الثاني هو vn. إذن لكل n أكبر من أو يساوي 1 un أكبر قطعا من vn. لنقارن نهاية un عندما يؤول n إلى زائد ما لا نهاية ونهاية vn عندما يؤول n إلى زائد ما لا نهاية. لدينا نهاية un عندما يؤول n إلى زائد ما لا نهاية هي نهاية 4 زائد 1 على n أس 2 عندما يؤول n إلى زائد ما لا نهاية تساوي 4 زائد 0، لأن نهاية 1 على n أس 2 عندما يؤول n إلى زائد ما لا نهاية تساوي 0، والتي تساوي بدورها 4، 4 زائد 0 تساوي 4. كذلك نهاية Vn عندما يؤول n إلى زائد ما لا نهاية تساوي نهاية 4 ناقص 1 على n أس 2 عندما يؤول n إلى زائد ما لا نهاية تساوي 4 ناقص 0 أي 4. وبالتالي نلاحظ أن نهاية un عندما يؤول n إلى زائد ما لا نهاية تساوي نهاية Vn عندما يؤول n إلى زائد ما لا نهاية، رغم أن Vn أصغر قطعا من un. في الختام لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى الفيديو المقبل بحول الله.